بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة بداية الأسبوع، ويبدو أن شاء الله بإذن الله هيكون أسبوع ممتع ومثير وفي أخبار سعيدة لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. البداية والانطلاقة من مرحلة الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا سعيدة وكبيرة، النتيجة والأداء والمستوى وردود الأفعال كمان على فوز الأهلي على الترجي في ملعب برادس بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. المكسب مهم والنتيجة جيدة، ولكن التأهل لم يحسم. الأهلي أمامه أكيد 90 دقيقة في القاهرة يوم الجمعة المقبل في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا مع الترجي. بإذن الله نتمنى أن يكون الحضور للجماهير كامل العدد في استاد القاهرة الدولي، ولكن مهم جدا خلال الأسبوع الجاري التعامل مع نتيجة لقاء الذهاب وكأنها لم تكن. الأهلي لم يضمن التأهل حتى الآن. النتيجة والأداء والمستوى والأرقام والتاريخ، الكل بيقول أن الأهلي خلاص قطع أكتر من نص المشوار، ولكن الكورة فيها متغيرات كثيرة جدا. حذاري كل الحذر من لقاء العودة. بإذن الله إن شاء الله نفرح الجمعة المقبل بالتأهل إلى المباراة النهائية، وأيا كان المنافس إن شاء الله الأهلي بإذن الله عنده تحدي مهم جدا في نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام تحديدا. حلقة النهاردة من برنامج الترند فيها كواليس وأسرار وأخبار مهمة جدا على مباراة الأمس، وكمان هنتكلم على تفاصيل مهمة جدا بالنسبة للمرحلة اللي جاية. ولكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وعايز أعرف رأي حضراتكم في أداء وفوز الأهلي على الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، عبر الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم على الأداء والنتيجة ووجهة نظركم بشكل عام إجمالا على مباراة الذهاب اللي اتلعبت بالأمس بدون جمهور. لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد الفوز على الترجي، وكمان كولر لم نحسم التأهل للنهائي وانتظر الجماهير في لقاء العودة. وفي الترند المحلي، منتخب مصر يحتج على موعد مباراة غينيا. عندي تفاصيل مهمة جدا بخصوص منتخب مصر وتأجيل لقاء غينيا وتضارب الموعد مع نهائي دوري أبطال إفريقيا، كل ده هتسمعوه النهاردة من خلال برنامج الترند. لكن نروح لاستعراض مباريات اليوم النهاردة في جولة كبيرة جدا من المباريات المحلية والدوريات الأوروبية. نبدأ مع بعض مباريات اليوم في الدوري المصري، والنهاردة أخيرا في الدوري الإسماعيلي بيستضيف الزمالك الساعة 7 من مساء اليوم. المباراة دي كانت مفترض تتلعب منذ فترة، لكن النهاردة الاتحاد حدد ميعادها أو الرابطة حددت ميعادها النهاردة مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري. دوري أبطال إفريقيا واللقاء الثاني في دور نصف النهائي، والنهاردة لقاء الذهاب على مركب محمد الخامس في كازابلانكا. الوداد الرياضي بيستضيف سان داونز، وأكيد المباراة دي هتحظى بمتابعة ومشاهدة كبيرة جدا من جماهير النادي الأهلي. طب نروح لمباراة الدوري الإنجليزي، ومنذ قليل انتهت مباراة ليدز يونايتد ونيوكاسل بالتعادل الإيجابي 2-2. وفي هذه الأثناء في يعني أربع مباريات أو خمس مباريات في توقيت واحد، أستون فيلا بيستضيف توتنهام، تشيلسي بيستضيف نوتنغهام فورست، كريستال بالاس بيستضيف بورنموث، ساوثهامبتون بيستضيف فولهام، مانشستر يونايتد بيستضيف ويلفرهامبتون. طيب مباريات الدوري الأسباني، منذ قليل أيضا انتهت مباراة ريال سوسيداد مع جيرونا بالتعادل الإيجابي 2-2. الساعة 5:15 أوساسونا يستضيف الماريا، الساعة 7:30 فياريال بيستضيف أتلتيكو بيلباو، والساعة 10 من مساء اليوم ريال مدريد بيستضيف ختافي. وبالتأكيد الريال كل تركيزه مش على الدوري الأسباني، هيكون على مباريات دوري أبطال أوروبا والاستعداد للقاء العودة مع السيتي يوم الأربعاء المقبل في دوري الأبطال. دي كانت بداية حلقة الترند، نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لفقرة ترند الترند اللي فيها الكواليس والأخبار والأسرار على مباراة الأمس وما هو قادم بالنسبة للنادي الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الفوز بالأمس بثلاثية على فريق الترجي في تونس نتيجة يمكن ما فيش أي فريق مصر قدر يحققها في السنوات الأخيرة، تحديدا في ملعب رادس. يمكن النادي الأهلي من أول 2012 لغاية 2023 يمكن سبق ليه الفوز على الترجي حوالي 5-6 مرات في رادس، لكن بتبقى النتيجة 1-0 2-1 بتتأهل من ملعب رادس أو من تونس للدور التالي.
سبق قبل كده الاهلي برضو فاز على الصفاقسي في رادس، فاز على الافريقي وتاهل على الافريقي من ملعب رادس في الكونفدراليه، ولكن الفوز بثلاثه اهداف مقابل لا شيء ما حصلتش قبل كده. الشيء الممتع واللي انا شايفه ايجابي جدا، ورغم ان البعض ممكن يشوف ده غريب شويه، الاهلي فاز على الترجي 3 وكان الجمهور نفسه النتيجه تكون اكتر من كده، لدرجه ان الناس لغايه اللحظه دي بتحاسب طاهر محمد طاهر او احمد عبد القادر على اهدار فرصه او اتنين قدام مرمى حارس مرمى الترجي. يعني الاهلي كسبان 3 بس جمهور الاهلي كده ليه كيمياء مختلفه، نكسب ونعمل سكور بس كل فرصه تيجي لازم تحرزها وتبقى هدف، وده انا شايفه عامل ايجابي مهم جدا. في فرق ممكن تكسب 1-0 بره ارضها ترجع تعمل حفلات، او تكسب سوبر او تكسب بطوله من مباراه ممكن تعمل حفله وتقول لك شبعنا، ولكن الاهلي ليه كيمياء مختلفه، بس كيميه الاهلي مختلفه عشان جمهوره في الاساس هو اللي بيبقى حريص ان الاهلي دايما يبقى ما قداموش غير هدف واحد، انه يكسب ويعمل انتصار عريض وما يعملش حاجه تانية غير انه ياخد البطولات وبس، مش بيكسب بس الماتشات، لا يلعب على البطولات، ولما بيخسر مباراه او بطوله الجمهور ما بيسكتش عشان ترجع من تاني، عشان كده دايما النادي الاهلي رقم واحد. سيبكم من فكره ان اي حد يقول لك اصل الترجي كان ضعيف، اصل الترجي كان عنده غيابات، اصل المباراه اتلعبت بدون جمهور، كل الكلام ده مبررات لناس ممكن مش عارفه تنجح، او مبررات لناس ادمنت الفشل، ولكن اللي يقرا الملعب واللي يتفرج على المباراه كويس جدا يعرف ان الاهلي اشتغل كويس قوي على المباراه دي، يعرف ان كولر حضر كويس جدا لفريق الترجي، حتى لو في غيابات، حتى لو الفريق كامل الصفوف، سبق الاهلي قبل كده كسب الترجي وكان الترجي بمدجج بافضل لاعبين موجودين في الدوري التونسي والقوام الاساسي لمنتخب تونس، حتى في المباراه اللي كانت بدون جمهور، حتى في مباراه بحضور جماهير، الاهلي كسب الترجي في رادس، ولكن احقاقا للحق لا، كولر عمل مباراه كبيره، لعيبه الاهلي عملت مباراه كبيره، جمهور النادي الاهلي يعني عزم في سيمفونيه رائعه بعد مباراه امبارح، في فكره اهدار الفرص يا جماعه ما يتكررش، ما ينفعش طاهر يكون رايح للمرمى ويضيع كوره، ده الكلام ده والاهلي كسبان 3-0. الفرحه كمان بكهربا، واحتفال كهربا على فكره في ملعب رادس للي قريب جدا من مدرجات الجماهير وقريب جدا من تفاصيل الماتشات الافريقيه يعرف ان كهربا في فرحته كان بيوصل رساله، لان كلنا عارفين ان اخر خساره للاهلي كانت في تونس مع الترجي، المباراه الشهيره اللي اتلعبت في 2018 باحداثها اللي تمت قبل المباراه او حتى عقب لقاء الذهاب في برج العرب، والترجي وقتها كسب 3-0 وكانت في احتفالات. كهربا امبارح كان بيحاول يصالح الجمهور ويفكرهم ان الاهلي لما بيكون خسران او ضاعت منه بطوله لا بيفضل يلعب وبيمارس كل مبارياته عشان يقدر يعوض ويرد على النتائج السلبيه اللي حصلت قبل كده، فكان احتفال كهربا اعتقد للي فاكر احداث مباراه 2018 كانت فيها رسائل ايجابيه مهمه جدا عشان يفكر جمهور الاهلي ان الاهلي عمره ما ينسى بلغة الكورة يعني الصقر الكروي اللي حصل في مناسبات سابقة. التشكيل، الأداء، طريقة اللعب، التغييرات، بيرسي تاو من أفضل اللعيبة الأجانب اللي انضموا للدوري المصري آخر سنتين ثلاثة، مش عايز أقول بس آخر 10 سنين، اللي كان في وقتها كان فيه فلافيو، كان فيه جيلبرتو، لعيبة مميزة، علي معلول من 2016، ولكن بيرسي تاو خامة لاعب وكواليتي لاعب الحمد لله من البداية. احنا قلنا يا جماعة الأهلي جايب لعيب يعني ممتاز جدا ورائع جدا، تاو امبارح نجم المباراه بصراحه، سواء في الهدف الاول في التحرك والتمركز والكنترولنج على الكوره في الهدف الثاني، عمل اكتر من اسيست، يمكن ادى امبارح كهربا يعني انفراد بالمرمى ولكن سوء التوفيق ما اداش مساحه لكهربا ان هو يقدر يحرز هدف رائع جدا، لكن ربنا عوض كهربا في الشوط الثاني بهدف مميز جدا من تمريره من لاعب مميز، لاعب يعني السنه دي بيقدم موسم استثنائي اللي نعرفه عن حسين الشحات من قبل ما يجي الاهلي، السنه دي حسين الشحات بيقدم افضل موسم ليه مع النادي الاهلي، تبص لكل ده وتلاقي كمان على الدكه في لعيبه ما شاركتش وفي لعيبه نزلت كانت ممكن تعمل فارق اكبر من كده، كل ده كويس قوي، كل ده كويس جدا، ولكن لقاء العوده انت راجع من تونس اقفل على فكره 3-0، لا انت راجع 0-0، الكوره دايما معودانا على المفاجات، فمهم جدا من جماهير النادي الاهلي، وانا عارف ان الجماهير لسه بتكلم على كميه جمهور الاهلي، الرساله اللي توصل للعيبه من النهارده لغايه الجمعه الجايه، الاهلي لم يتاهل بعد،
ما اشوفش رسائل وناس بتكتب على السوشيال ميديا وبيتجات كبيره. هو الفاينل لو صن داونز وصل فاينل هيلعب الساعه 3 العصر ولا الكاف هيغير الميعاد؟ الكلام ده كله سابق لاوانه، لسه الاهلي لم يتاهل. يا جماعه دي رساله مهمه جدا عشان ما نجيش على مباراه الجمعه تبقى الناس واخده انطباع ان خلاص الاهلي تاهل. الكلام ده لو وصل للعيبه اعتقد بيبقى ليه تاثير سلبي، فانت لسه ما ضمنتش التاهل. النتيجه اديتك مساحه انك قطعت اكتر من نص المشوار. حتى النهارده باستقاله الكابتن نبيل معلول المدير الفني للترجي يمكن نزل بيان رسمي على صفحته الشخصيه عبر الفيسبوك واعلن ان هو خلاص بيعتذر عن استكمال المهمه بعد الخساره اللي وصفها طبعا ووصفها اكتر من مسؤول في الترجي ان هي كانت كبيره جدا على فريق باسم الترجي في تونس. كابتن نبيل كتب على صفحته وهو قدامكم على الشاشه البوست اللي نزل على الصفحه الرسميه، قال فيه: اتفهم حزن وخيبه الترجيين بعد هذه الخساره الصعبه، واعتذر لكافه الجماهير عن عدم تمكننا من ادخال الفرحه ليله امس في قلوب جماهيرنا العريقه. بيتكلم بقى عن المهمه اللي اشتغل عليها، ما كانتش سهله، الاطار الفني واللعيبه خسروا لعده اسباب، التوقيت اللي تولى فيه المسؤوليه، ولكن في النهايه الخبر اللي يهمنا من البوست اللي كتبه الكابتن نبيل معلول من حوالي نصف ساعه انه اعلن استقالته واعتذاره عن استكمال المهمه، وبالتالي اكيد الجهاز الفني اللي هيقود مباراه العوده هنشوف بقى اداره الترجي هتكمل بالجهاز المعاون ولا ممكن يكون في استعانه باحد ابناء الترجي السابقين. بغض النظر عن كل التفاصيل دي الاهلي لسه ما ضمنش بنسبه 100% التاهل، فان شاء الله باذن الله لقاء العوده يكون فيه مكسب، مهم جدا الاهلي يكسب عشان دي بتبقى رسائل على فكره للفرق المنافسه. انا فاكر يوم مباراه الهلال وصن داونز كتير جدا من الزملاء قالوا وقتها لو الاهلي صعد بعد تعادل الهلال وصن داونز او فوز صن داونز، الكلام ده اتقال قبل المباراه والمباراه كلنا عارفين هي انتهت 1-1، كل وقتها قال لك ايه؟ عش الدبابير هيتفتح على كل الفرق المنافسه. اذا بعث الاهلي من جديد لدوري ابطال افريقيا فاكيد الاهلي موجود في الفاينل. يكفي ان الناس انطباعها الداخلي عن النادي الاهلي بالصوره دي وبالشكل ده. ده مهم جدا نفسيا وانت بتواجه اي فريق منافس على المستوى النفسي والاعداد الذهني. لما فرقه بتنزل بتلعب الاهلي حتى لو متصدره المجموعه بتاعتها، حتى لو جايبه 20 هدف، حتى لو ما دخلش في مرماها اي هدف، حتى لو كسبانه 6 مباريات، ولكن مجرد ان هي بس هتلاعب الاهلي في الادوار النهائيه بتعمل لك الف حساب. ده مهم جدا الاعداد الذهني والنفسي، وده اللي اتكتب على الاهلي وقت مباراه الهلال السوداني، وناس كتيره جدا زعلت بقى لما اطهر الطاهر ضيع ضربه الجزاء، ولكن من وقتها الكل عارف واتكلم على اسم الاهلي. لما الاهلي يكون موجود في الادوار النهائيه انتظر حجز مقعد في المباراه النهائيه، وباذن الله خلاص احنا على اعتاب اسبوع واحد ويكون الاهلي في المباراه النهائيه اللي هتتلعب لقاء الذهاب ان شاء الله في حاله تاهل باذن الله يوم 4 يونيو في القاهره، لقاء العوده يوم 11 يونيو يا اما في المغرب في حال تاهل الوداد او جنوب افريقيا في حال تاهل صن داونز، والنهارده لقاء الذهاب ما بينهم في مركب محمد الخامس. هنتعرف ونتابع بالتاكيد لقاء النهارده ولقاء السبت المقبل عشان نشوف الفريق المنافس بالنسبه للنادي الاهلي. من النهارده ليوم الجمعه اللي جايه مفيش مباريات في الدوري طبقا للائحه، كلنا عارفين ما بين الذهاب والاياب في الادوار النهائيه بيتم منح الفريق مساحه وقت للتحضير للمباراه النهائيه، ولكن تذكروا جيدا واحنا بنتكلم النهارده بتاريخ 13 مايو ان شاء الله باذن الله الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا، وفي حال التواجد في النهائي بنسبه 100% اعتقد بنسبه كبيره جدا الدوري العام سيمتد حتى النصف الاخر او النصف الثاني من شهر اغسطس. فكره ان الدوري يخلص في 6 في 7 لا، يعني اعتقد بعد نتائج الاهلي الافريقيه والقاريه والدوليه الدوري ممكن يترحل اكتر للنصف الثاني من شهر اغسطس. لذلك المواقف اللي اتخذتها قطاع الكورة أو لجنة التخطيط أو مجلس الإدارة في الفترة السابقة بالاعتذار عن البطولات سواء البطولة العربية أو رابطة الأندية بطولة كأس الرابطة، الناس هتفهم المغزى ده خلال الفترة الجاية، لأن الأهلي بعد ما يخلص مشوار إفريقيا عنده أحداث مهمة جدا، هيلعب دوري عام هيبقى فيه ضغط ماتشات، وقتها ممكن الدوري يتوقف بسبب البطولة العربية، هل هتتلعب؟ ده من نص 7 لأول 8. كل الظروف دي اكيد الناس هتفهم بقى مغزى الاهلي من الاعتذار عن كاس الرابطه والبطوله العربيه اهدافها ايه واهميتها ايه للموسم اللي جاي واللي الاهلي هيبداه. ركز في الكلمتين اللي جايين دول، الاهلي باذن الله
بعد ما يخلص الموسم الحالي هتكون أول مباريات الأهلي في الموسم الجديد دوري السوبر الإفريقي. في تفاصيل أكتر عن دوري السوبر، لكن خلونا النهاردة في غمرة الفرحة بمباراة الترجي، ومن بكرة هنوعدكم بتفاصيل جديدة عن دوري السوبر، لأن الأهلي دايما مكانته وأدواته دايما في المسابقات الإفريقية الناس بتختاره عشان يكون موجود رقم واحد. الاختيارات على فكرة مش من الاتحاد الإفريقي، ده الاختيارات من الاتحاد الدولي، من الشركة الإيطالية اللي بتنظم المسابقة. فالقصة بقى ليها علاقة بتفاصيل تسويقية وجماهيرية ومستوى فني، وفرقة بتشرف بجد، فرقة تشرف إفريقيا، فرقة تشرف مصر، فرقة تشرف العرب. فبإذن الله نخلص الموسم، والموسم الجديد هنكون على أعتاب بداية مسابقة جديدة بشكل جديد بأحداث مهمة هتتم خلال الفترة اللي جاية. دي كانت أبرز الكلام اللي ممكن نقوله على مباراة الأهلي والترجي. كمان نقطة أخيرة، مهم جدا نحافظ على الرصيد البشري بخصوص الإنذارات، لأن امبارح حمدي فتحي خد الإنذار الثاني. قال الجهاز الفني هيفضل إراحة حمدي فتحي في لقاء العودة عشان الإنذار الثالث ما يكونش سبب في إبعاده عن لقاء الذهاب في النهائي إن شاء الله في حال التأهل. ده هنشوفه خلال الفترة الجاية. ولكن في لاعيبة تانية مهم جدا تحافظ على رصيد الإنذارات، عشان احنا خلاص داخلين في مرحلة لا تقبل القسمة على اتنين. أي غياب لا قدر الله مش هنبقى يعني محتاجين حاجة زي كده، لأن احنا داخلين على مواجهات صعبة في توقيتات صعبة وفي مدة زمنية قليلة. الحمد لله عندنا الرصيد البشري على دكة البدلاء في أكتر من لاعب، من الدفاع حراسة المرمى لغاية رأس الحرب. ولكن مهم جدا فكرة إن كل اللعيبة تكون موجودة معاك في المراحل الختامية. بصوا على رصيد الأهداف، بصوا على انتصارات الأهلي منذ آخر مباراة خسر فيها الأهلي في إفريقيا من سان داونز، وأنت تعرف إن الأهلي لما بيخسر مباراة إزاي بيعرف يرجع، وده ما بيحصلش إلا مع الفرق الكبيرة بس. فما تسمعوش أي تعليقات سلبية، ما تركزوش مع تحليل فني مبني على الترند مش مبني على الواقع والأرقام والتحليل المحترم، لأن للأسف في ناس متعودة على الترند عشان شايفة إن الترند ده بيجيب لها فلوس، لكن ما بيقدمش أي إضافة سواء في الإعلام أو حتى في التحليل بالنسبة للمدربين أو على المستوى الفني. مبروك لجمهور الأهلي، خطوة مهمة، ولكن إن شاء الله ننتظر لقاء العودة عشان استكمال المسيرة للمباراة النهائية، ونفرح كلنا بإذن الله مش بالتأهل بس، فرحتنا هتبقى بدوري أبطال إفريقيا والأميرة السمراء تعود من جديد في إنجاز ممكن يتقرر إن شاء الله بإذن الله بعد 2005 2006 2007 2008 ممكن يتحقق من 2020 حتى 2023. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نستكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند. طيب، مباراة امبارح كانت فيها تفاصيل كتير كمان، واحنا بنتكلم على الجانب الخاص بالأهلي أكيد الترجي بيستعد بقى بشكل مختلف، ممكن يجي مباراة العودة هل هيبقى عنده غيابات نفس الغيابات اللي موجودة في لقاء الذهاب، هل ممكن يستعيد مشاركة لاعب أو اتنين من الغيابات. كنا عارفين إن حمد الهوني، الشعلالي، معز بن شريفية يمكن أبرز الغيابات اللي كانت موجودة في لقاء الذهاب، هل ممكن اللعيبة دي ترجع تكون موجودة في لقاء العودة؟ الأحداث حاليا في الترجي كمان إزاي، خاصة بعد إعلان الكابتن نبيل معلول استقالته بشكل رسمي من إدارة الفريق على المستوى الفني خلال الفترة اللي جاية. لذلك في هذه اللحظات معايا على التليفون الناقد الرياضي والزميل الإعلامي التونسي بديع بن جمعة. أستاذ بديع مساء الخير عليك. مساء النور محمد، ازيك حبيبي؟ مبروك اولا الاهلي يستحق فوز البارح. الله يخليك. وهارد لك للترجي وجماهير وانتبه. اكيد. طيب، احداث مباراه امبارح، غياب الجمهور، الغيابات، تعليقك وتقييمك في ظل كمان الاعلام التونسي النهارده بيتكلم على ان فريق الترجي اصلا الموسم ده محتاج تعديلات كتيره، وكانت ناس كتيره بتتوقع ان الترجي صعب انه يستكمل مشوار البطوله بسبب خسائره في الدوري المحلي والازمات اللي كانت موجوده في الفريق في الفتره الاخيره. صحيح محمد، هذا لا يخفى لا على الاعلام التونسي ولا على الاعلام المصري. يعني الكل كان يتوقع ربما خساره الترجي ليس بالكيفيه التي شاهدناها بالامس في ملعب راس، لانه 0-0 في مباريات مثل مباريات الاهلي والترجي والتي عاده ما تتسم بالنديه تبقى نتيجه ثقيله نسبيا. الكل كان يتوقع انه الترجي سيكون مهمه صعبة أمام النادي الأهلي، لكن ليس بتلك الطريقة التي شاهدناها بالأمس في ملعب راس. صحيح ممكن غياب الجماهير كان عامل مؤثر جدا، وأنت تعلم جيدا أنه في مباريات الأهلي والترجي دائما ما كان الجمهور سواء كان في مصر أو في تونس مؤثر، سواء كان للأهلي أو للترجي استفاد الأهلي من غياب الجماهير. الترجي أيضا لم يدخل المباراة بالشكل المطلوب، شاهدنا رهبة وخوف
يعني بطريقه مبالغ فيها ايضا، حتى انه يعني الربع ساعه الاولى وكانه الترجي كان غايب على الملعب. الاهلي كان بامكانه انه يسجل اكثر من هدف، واتفق هنا ربما مع الكابتن الاهلي السابق وائل جمعه الذي قال وانه الاهلي اضاع، يعني كان غاضب وائل جمعه على الاهلي لانه اضاع فرصه الفوز بنتيجه تاريخيه في مباراه الامس. ظروف لم تخدم الترجي، الغيابات صحيح، غياب الجمهور صحيح، لكن رغم كل ذلك غير مسموح للترجي بان يقدم مباراه بذلك السوء. يعني مهما كانت الاسماء الحاضره، الترجي من حضر، المفروض الترجي يملك الخبره الافريقيه، يمكن ما تفوزش على الاهلي لكن تخرج باخف الاضرار، كان بامكانك ان تخرج بنتيجه سلبيه او بخساره هدف هدفين ماكسيمم على الاقل، تبقى في مباراه العوده هناك حظوظ وامال ممكن تلعبها. لكن الان صار صعب جدا الحديث عن 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 امكانيه العوده في 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 مصر. ولو انه هنا احيي كثيرا الكادر التدريبي ولاعب الاهلي العقلانيه في التصريحات بعد المباراه، وهذه اعتقد علامه اخرى فارقه بين الاهلي والترجي. تصريحات لاعب الاهلي بعد المباراه توضح الفوارق التي اصبحت بين الاهلي والترجي للاسف. طيب مين ممكن يتولى القياده الفنيه للترجي بعد اعلان الكابتن نبيل معلول استقالته منذ قليل؟ هل المعاون الجهاز المساعد، هل ممكن يبقى في وجه جديد؟ هل ممكن الكابتن معين الشعبان يتولى المسؤوليه مؤقتا وحاليا حتى بيعمل في مصر؟ ممكن الكابتن راضي الجعايز يرجع من تاني؟ مين ابرز الاسماء اللي ممكن تكون مرشحه لقياده الترجي يا بديع؟ هو صعب تحديد الاسماء الان، لكن اللي نتفق انه مبدئيا نبيل معلول رفع الحرج عن اداره الترجي من خلال اعلانه الاستقاله، لانه غضب جماهيري كبير من جماهير الترجي سواء كان داخل تونس او خارجها على الاداء، وصب كل وجام غضبه على المدرب. بالتالي كان المفروض سواء كان اقاله او استقاله، نبيل اعلن الاستقاله، بالتالي رفع هذا الحرج عن الاداره. منتظر وانه في الساعات القليله القادمه انه الاداره ستقوم ببلاغ ستعلن فيه اقاله الكادر التدريبي بالكامل، لانه نعلم جيدا ان المساعدين قدموا مع المدرب نبيل معلول، بالتالي من الصعب جدا ان تستمر على راس الاداره الفنيه للترجي. من بين الاسماء المطروحه في الدقائق الماضيه استمعت الى بعض يعني الاوساط الترجيه التي تحدثت عن امكانيه عوده المدرب السابق للترجي عمار سويح، وهو الذي يبدو في حلم كل ارتباط في هذه الفتره، بالتالي اكثر مدرب يمكن في هذه الفترة يكون متوفر للترجي. هذا من بين الأسماء. هناك ربما أسماء أخرى، قد يكون مجدي تراوي المساعد السابق للمعين الشعباني والذي يعرف جيدا هذه المجموعة حيث أنه غادر الترجي منذ تقريبا سنة ونصف، بالتالي بعض الأسماء يعرفها جيدا، يعرف كواليس الترجي ممكن أن يكون من بين الحلول. ولا نستبعد أن يتم تصعيد أحد المدربين من الإدارة الفنية للترجي من الفرق الفئات السنية. هناك حديث ايضا عن مدرب اجنبي هو باتريس كارتيران المدرب الاعرابي في مصر الذي درب الاهلي والزمالك، لكن استبعد ان يتم الاتفاق معه في هذه الفتره تحديدا، وانه مباراه العوده ستكون يوم الجمعه المقبل في مصر، بالتالي من الصعب جدا ان يقبل مدرب في حجم كارتيران ان يتولى تدريب الترجي في هذا الظرف الحرج. بالتالي قد يكون يعني حل للموسم المقبل، الترجي الان عليه ان يركز اكثر على هذه الفترة، فترة مهمة حساسة، أن يتجاوز مباراة العودة بأخف الأضرار. صحيح صعب جدا أن تحقق نتيجة إيجابية في مصر وأن تقلب الموازين القوة بأربع أهداف أمام الأهلي هذا الفريق العريق، لكن هناك نهائي كأس تونس، فاينل كأس تونس، هناك ثمانية جولات متبقية في الدوري التونسي، والترجي يبقى مراهن جدي حتى يعني ان لم يحرز اللقب عليها يكمل على الاقل في المركز الثاني حتى لا يغيب عن مقابلات دوري ابطال افريقيا السنه الجايه المقبل. بالضبط، يعني وضعيه حرجه جدا يعيشها الترجي صراحه. صعب جدا ان تكون هناك يعني الان عقلانيه في اتخاذ القرار، بالتالي اعتقد ان الترجي سيذهب الى حل برسي، مدرب قد يقود الترجي في اسبوعين ثلاث اسابيع المقبله. من ثم تفكير في مدرب ربما في حجم الترجي، واعتقد انه الاتجاه سيكون هذه المره الى مدرب اجنبي كبير، لانه الترجي اعطى فرص لكل ابنائه تقريبا في السنوات الماضيه، من خالد بن يحيى لمعين الشعباني مرورا برافي زعيدي ونبيل معلول. اعتقد انه الفرصه الان ستكون اكبر لمدرب اجنبي على راس الترجي رافي. طيب سؤال اخير، طرف المباراه النهائيه انت طبعا بترشح الاهلي خلاص بنسبه كبيره، مين ممكن يكون طرف المباراه النهائيه؟ هذا المنطق، هذا المنطق محمد، وهذا الواقع.
طيب مين المنافس اللي ممكن يكون مع الاهلي مثلا؟ هو الاماني العربيه ممكن لو ان يكون الوداد منافس الاهلي، بالتالي نعيد مشاهده نهائي تكرر اكثر من مره بين الاهلي والوداد، لكن لا يختلف اثنان في انه صن داونز يقدم افضل كوره في هذه النسخه من دوري ابطال افريقيا. اتوقع صراحه ان يكون الفريق الجنوب افريقي اوفر حظ، وان تكون المباراه النهائيه مختلفه كليا عن مباراتين الذهاب والعوده بين الاهلي وصن داونز. نعلم جيدا ان الاهلي استفاد كثيرا من بدايه صعبه في دوري ابطال افريقيا، واعتقد انه الاهلي سيكون بطل افريقيا مره اخرى، وهذا مستحق بالنظر للامكانيات الفنيه البشريه الاداريه ايضا. الاهلي يبقى الاكثر تكاملا في القاره الافريقيه، لا يختلف اثنان في انه الاهلي هو زعيم القاره، هو كبير القوم في هذه القاره الافريقيه، وهذه النسخه لا اعتقد انه ستفلت من زملاء علي معلول. باذن الله. يعيشك بديع، شكرا لك، نورتني وشرفتني. شكرا، مبروك مره ثانيه، وحظ موفق للترجي وبقيه الفرق الافريقيه الاخرى. الله يخليك، شكرا جزيلا للزميل الاعلامي بديع من جمعه، الاعلامي التونسي متحدثا عن لقاء الاهلي والترجي في تونس. كل التوفيق يا رب للاهلي كمان في خلال المرحله القادمه. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نواصل باقي فقرات برنامج الترند. طيب نروح مع بعض لترند الاهلي ونشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا عقب مباراه الاهلي والترجي وفوز الاهلي بثلاثيه. البدايه من حساب يلا كوره، والحساب الرسمي ليلا كوره على تويتر نشر احصائيه للاهلي في تاريخ مشاركته في دوري ابطال افريقيا، وعلق عليها وكتب: الاهلي ملك دوري ابطال افريقيا، الاكثر تتويجا باللقب 10 مرات، الاكثر وصولا للنهائي 15 مره، والاكثر مشاركه في دوري ابطال افريقيا 34 مره. لغه الارقام لا تكذب ولا تتجمل، تتحدث عن الاهلي دون الخوض في التفاصيل. 10 مرات الفوز بالبطوله، توصل للفاينل 15 مره، يعني ان شاء الله باذن الله يعني خلال الاسبوع ده هيتاكد تاهل الاهلي للفاينل، ولكن كمان انك في اقل من 20 سنه تقرر التاهل 4 مرات متتاليه من 2005 ل 2008 ومن 2020 ل 2023 باذن الله ان شاء الله يعني بدون مقاطعه، ولكن الارقام كلها بتتكلم على الاهلي وتاريخ الاهلي في افريقيا. نادي القرن اكيد حساب بطولات يمكن اهتم جدا بتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، واللي اتكلم فيها بعد الفوز على الترجي وقال: بطاقه التاهل للنهائي ما زالت معلقه، هناك شوط تاني في القاهره ينتظر الفريقين، سنتحدث مع اللاعبين بضروره طي صفحه الذهاب والاستعداد بقوه لمواجهه العوده والتي سنتسلح خلالها بجماهيرنا لحسم التاهل. باذن الله يكون في حضور جماهيري كامل العدد. ويمكن قبل ما انتقل لخبر ياسر ابراهيم، في اجتماعات هتكون خلال الساعات اللي جايه من لجنه اداره المباريات في النادي الاهلي عشان تشوف امكانيه الحصول على الموافقه الامنيه للحضور الجماهيري في مباراه الترجي، وباذن الله ان شاء الله تنجح كل الجهود كما نجحت في مباراه الهلال وفي مباراه الرجاء، نشوف باذن الله حضور كبير لجماهير الاهلي في مباراه الترجي، وتعاون كل مؤسسات الدوله في الظهور بهذا الشكل الحضاري في استاد القاهره الدولي. حساب في الجول تصريح او كلام بخصوص ياسر ابراهيم، واعرف فيه ياسر ابراهيم في تصريح مهم عقب نهايه اللقاء، قال: تدوير المشاركه مصلحه الاهلي اهم. هو اتسال على فكره المشاركه، ساعات بتشارك ساعات ما بتشاركش، الراجل قال: لسه عندنا مباراه صعبه في القاهره، هنعمل على تاكيد التاهل للنهائي، تدوير مشاركه اللعيبه قال: الروح طيبه جدا جوه الفريق، ومفيش فرق بين لاعب اساسي ولاعب احتياطي، مساله التدوير اهم حاجه فيها ان مصلحه الاهلي هي الاهم. الناس كلها عارفه بيبقى محمود متولف مره بيلعب جنب عبد المنعم، وفي مره ثانيه ياسر ابراهيم، لما يرجع كمان رامي ربيعه ان شاء الله بعد الاصابه اللي تعرض لها في نهائي الكاس امام بيراميدز يكون موجود كمان معاهم، وباذن الله قريب كمان ممكن يكون في نشوف ايمن اشرف احد كباتن الفرقه ان شاء الله، لكن في النهايه في رؤيه فنيه لمارسيل كولر هو اللي بيقدر يختار وبيحدد احتياجاته. حساب كوره 11 فتى موسيماني يواصل توهجه مع الاهلي، بيرسي تاو اصبح الرهان المضمون لكولر ويحقق رقما تاريخيا رفقه المارد الاحمر عقب الانتصار الكاسح امام الترجي في دوري الابطال. بيتسو موسيماني كاحد ابرز اختياراته، او يكاد يكون الاختيار الوحيد اللي نجح بنسبه كبيره، وهو اختيار بيرسي تاو. يعني بيرسي تاو اضاف كتير جدا مع النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره، وهو كان محتاج فرقه زي الاهلي، لان بيرسي تاو في تجربته الاحترافيه في اوروبا وفي انجلترا
تراجع كثيرا جدا حتى على المستوى الدولي. المنتخب الجنوب افريقي ما كانش بيستفيد بيه بنسبه كبيره، ولكن بيرسي تاو وقد ضلته بالانضمام للاهلي، والاهلي كمان استفاد بشكل كبير جدا من بيرسي تاو تحديدا هذا الموسم، وقدر مارسيل كولر يطلع من بيرسي تاو افضل شيء. وحسب معلوماتي ومن خلال مصادرنا يعني، كولر مؤمن جدا بقدرات بيرسي تاو جدا، والتعامل النفسي اللي بيقوم بيه كولر مع بيرسي تاو هو اللي مخلي تاو يظهر بهذا الشكل. يعني كان انا اتكلمت مع ناس مقربه جدا من بيرسي تاو بخصوص توهجه وتالقه مع النادي الاهلي، قالوا لي حاجتين: اولا كولر بيتعامل معاه نفسيا كويس جدا، ثانيا مؤمن جدا بقدراته، بيحاول يديله المساحه الفنيه اللي يطلع فيها افضل شيء داخل الملعب، وكمان المساحه الزمنيه اللي بيشارك فيها بشكل اساسي في المباريات وبشكل دوري. طيب كمان حساب بطولات، علي معلول يوجه رسالة إلى مدرب الترجي ويؤكد الفوز بثلاثية خطوة نحو التتويج بدوري الأبطال. علي معلول كان ليه تصريحات امبارح بعد المباراة وقال فيها بعتز بالكابتن نبيل معلول. الكابتن نبيل معلول اتكلم عني بشكل كويس وقال عني أحد أفضل اللاعبين في فريق الأهلي، دي شهادة كبيرة أنا بعتز بيها من مدير فني صاحب اسم كبير في الكورة التونسية. بالمناسبة الكابتن نبيل اشتغل فترة في المنتخب التونسي وكان اعتماده الكلي أكتر على علي معلول في الجبهة اليسرى. يمكن اتغيرت الأجهزة الفنية كتير في منتخب تونس، ولكن يبقى نبيل معلول هو المدرب التونسي الوحيد الاستثنائي اللي كان بيدي مساحة أكتر لعلي معلول في المباريات الدولية. علي كمان قال الفوز على الترجي بالثلاثية على ملعب رادس خطوة مهمة في مشوار المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا. طيب كرة بلس، واتكلموا على إنه في دور مهم جدا لشخص قد يكون مجهول للجمهور ولكن معلوم للإدارة وللجهاز الفني وللعيبة، أندريس أندويا المعد البدني للنادي الأهلي، يمكن قايم بدور كبير جدا مع مارسيل كولر، وكولر طبعا هو اللي اختاره للقيام بهذه المهمة. الفريق يعني كان بيمر بحالة بدنية يرثى لها في الموسمين الماضيين، ولكن السنة دي على المستوى البدني والإصابات العضلية لا الحمد لله في انخفاض كبير جدا، وإن شاء الله الفترة الجاية تكون في أمور أهم. خدوا الرقم ده كمان، كرة بلس قال على مستوى الإصابات المعدل انخفض من 24 إصابة عضلية تقريبا الموسم الماضي إلى 7 إصابات عضلية الموسم الحالي. ده شغل مهم جدا لازم نتكلم فيه بخصوص المعد البدني. حساب يلا كورة وتصريح لنادر داوود المدرب المساعد بالجهاز الفني للترجي، قال فرصنا في التأهل النهائي ما زالت قائمة والإرهاق أثر علينا أمام الأهلي. هو بيحاول طبعا بيتكلم على فرص التواجد في لقاء العودة وممكن يبقى عندهم فرص للتأهل ولا لا. حساب يلا كورة وبيقولوا رغم الثلاثية، مصدر ليلا كورة، الأهلي ينتظر الموافقة على الساعة الكاملة لمباراة الترجي، والنادي الأهلي خلاص بينتظر موافقة رسمية خلال الساعات اللي جاية. زي ما قلت لحضراتكم في اجتماعات مستمرة خلال الساعات الجارية بخصوص مباراة الأهلي والترجي في لقاء العودة، وإيه اللي ممكن يحصل الفترة اللي جاية بخصوص طبعا الحضور الجماهيري، وإن شاء الله لجنة المباريات تنجح خلال الساعات الجاية في أخذ الموافقة الرسمية للإعلان عنها عشان يكون في مساحة وقت لطرح التذاكر ونشوف 50-60 ألف في استاد القاهرة في مواجهة الترجي. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع للجزء الأخير من برنامج الترند. وقتنا بيجري معاكم بسرعه، لكن هنروح للترند المحلي وابرز خبر معانا متعلق بمنتخبنا الوطني. في الجول اتكلموا على تصريح لمدير منتخب مصر الكابتن محمد غرابه، واللي قال فيها في ازمه في موعد مباراه غينيا وخطوه جديده. طيب انا عشان اجيب لكم الاخر، لان القصه دي انا كنت بتابعها خلال ال 48 ساعه اللي فاتت. نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 11 يونيو باذن الله، ان شاء الله الاهلي هيكون مؤهل للمباراه ديت وهيلعب النهائي يا اما في المغرب او جنوب افريقيا. غينيا حددت اول امبارح ميعاد مباراتها مع مصر في الجوله الخامسه من تصفيات افريقيا يوم 14 يونيو، فبالتالي ما بين موعد نهائي دوري الابطال مع موعد 14 يونيو بنتكلم في حوالي يعني 48 ساعه مش 72 ساعه. فالمنتخب طلب تاجيل المباراه، غينيا رفضت لانها عندها مباراه وديه مع البرازيل يوم 17 يونيو. الكاف بيحاول يجد حل عشان لعيبه الاهلي غالبا مش هتبقى موجوده مع المنتخب في ماتش 14، بس المنتخب كمان طلب حاجه ثانيه، هو عايز يرحل ماتش 14 ده ل 19 عشان يعمل مباراه وديه يوم 14 او 15. فبنسبه كبيره حسب المصادر والاخبار يعني اللي شفتها بخصوص هذه المباراه صعب التاجيل، ومصر هتلعب مع غينيا يوم 14 يونيو. تتبقى بس حاجه واحده بس، لو غينيا لعبت مباراتها مع مصر في المغرب
والاهلي واجه الوداد في الفاينل في المغرب، هتبقى المشكله اتحلت بنسبه اكتر من 70-80%. ولكن الناس مستنيه غينيا تحدد مباراتها فين. لما يتحدد المكان هتبقى القصه كلها وضحت، وبنسبه كبيره هيبقى صعب جدا تغيير ميعاد مصر وغينيا يوم 14 يونيو. دي كل التفاصيل باختصار لان فيها تفاصيل تانية، ولكن كنت عايز اوصل لكم للقرار النهائي. طيب تعليق حضراتكم والرسائل اللي وجهتوها للاعيبه والجهاز بعد مباراه الامس امام الترجي. استاذ محمد ناصر بيقول اداء جيد جدا، بس اللاعبين لازم يعرفوا ان لسه التاهل ما اتحسمش، ولازم ينزلوا المباراه الجايه بجديه كبيره جدا، وكمان لازم اللعيبه تتعود انها طالما في فرصه تزود اهداف يا ريت يزودوا. شفنا امبارح انفرادات للعيبه كانت كفيله المباراه تخلص 5 أو 6، ودي الكيمياء اللي كنت بتكلم عليها، وازاي جمهور الاهلي بيبقى ليه دور كبير جدا ان الاهلي دايما يكون على الطريق الصحيح. استاذ هشام بيقول اداء رائع من الاهلي ومارسيل كولر، ونتمنى نقابل سان داونز في النهائي. طيب اخر حاجه معايا استاذ مصطفى بيقول اداء مرضي تماما بالرغم من ضياع الفرص، وننتظر اهداف في مباراه العوده بالقاهره. دي كانت ابرز الاراء والمشاركات على سؤال الحلقه، ولكن ان شاء الله ابتداء من بكره نشوف بقى توقعات حضراتكم على طرفي الفاينل، ممكن مين يواجه مين. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.